مرحبا بكم في هذه الجلسة ديال التنويم بالإيحاء. الجلسة اللي غادي ترخاي فيها ذهنيا وجسديا. تصنتي لهذا الأوديو من تكوني في بلاصة تقدري ترخاي فيها وترتاحي فيها. من الأحسن تصنتي لهذا الساسيون قبل ما تناسي. غادي تستفدي أكثر إلا سمعتي بلا زاكوتور وتنقصي الصوت شوية. واخا تنعسي قبل ما يسالي الأوديو ماشي مشكل، حيت العقل الباطني ديالك غادي يستوعب كاع الهضره اللي غادي نقول لك واخا وانتي ناعسه. دابا بغيتك تكاي في بلاصتك، اختاري الوضعيه اللي غادي تناسبك واللي غادي تكوني فيها مرتاحه اكثر. حاولي ما تفكري في والو وما تسمعي لوالو من غير الصوت ديالي اللي غادي يرافقك في هذا الجلسه. غمضي عينيك غادي نبدا واحد لا سيسيون تمرين ديال التنفس. حسي بالنفس كيفاش كتدخل الصدر ديالك وكتخرج. حسي براسك مرخيه بزاف ومرتاحه، ما كتفكري في والو من غير الصوت ديالي. دابا بغيتك تطلعي النفس بزاف، حتى يعمر صدرك بالهواء، حتى للحد، وتحبسي 3 ديال الثواني. ومن بعد تخرجي كل شيء وانتي كتخرجي النفس. بغيتك تحسي كيفاش الجسم ديالك كله كيرتاح وكيترخى. نفسي حتى الحد، خرجي النفس كلها وارتاحي بشوية عليك، ما تفكري في شي حاجة من غير صوتي. عاوتاني طلعي النفس حتى للحد، حبسي 3 ثواني حبسي معاه كاع الهم، كاع التعب، كاع العيا، وكاع المسؤوليات، وخرجي النفس والترخاي وارخي معاه كل شيء. تخيلي راسك بالك خاوي ما فيه والو، حيت هاد الوقت ديالك بوحدك باش ترتاحي ترخاي وتعمري بطاقة إيجابية. بغيتك تحسي برجليك شحال مرخيين، وظهرك شحال مرخي، حسي بكرشك كيفاش مرخية ومرتاحة. كتافك حتى هما كيترخاو شوية شوية. صدرك حتى هو مرخي،
تحسي بالأمان والراحة والاسترخاء. دابا بغيتك تركزي على عضلات وجهك، رخي جبهتك، وعضلات الفك ديالك، رخي عضلات عينيك، ورخي كل شيء اللي فيك، وارتاحي. بغيتك تخيلي بحال كل نفس كتدخليها كترخي كتر وكتر، تخيلي بلي فيها طاقة كتخليك تحسي بالأمان والراحة مع كل نفس كتزيدي ترتاحي كتزيدي ترخي. تقدري ما تبقايش تحسي بداكشي اللي داير بك، وتحسي باللي انتي في مكان آمن ومريح بزاف. فوالا، ارتاحي. دابا بغيتك تخيلي بلي قدامك دروج اللي خاصك تهبطي فيهم، دروج فيهم الشمع في الجناب والورد، كتشمي ريحة زوينة وانتي لابسة لباس مريح بزاف. وفرحانة دابا بغيتك تاخدي أول خطوة وتهبطي بشوية مع كل درجة غادي تهبطي، غادي تحسي براسك مرتاح أكتر ومرخية أكتر. الدرجة الأولى، الدرجة الثانية، الدرجة الثالثة، وانتي كترتاحي اكتر واكتر وكتحسي براسك في أمان. الدرجة الرابعة، كتزيدي ترتاحي وترخاي. ما كتفكري في حاجة، من غير صوتي اللي غادي يبقى معاك، واخا تنسي الدرجة الخامسة،
شوية. كنت نفسي بشوية. كنت حسي بذات كلها مرخية. مرتاح. درجة السادسة. درجة السابعة. كتزيدي ترتاحي. كتزيدي ترخاي. كتزيدي تحسي بالجسد ديالك بحال شي ريجة. مرخية بزاف. وخفيفة. وبالك خاوي. ومرتاح. الدرجة الثامنة. الدرجة التاسعة. كتر خاي كتر وكتر. كترتاح كتر وكتر. كتزيدي تحسي براحة كبيرة. بالك خاوي. ما كتفكري في والو. من غير صوتي اللي كيزيد يخليك ترتاحي بزاف. الدرجة العاشرة. والأخرى. كتكوني وصلتي لأقصى حد ديال الاسترخاء. ولهنا وراحة البال. بدات كلها مرتاحة. مرخية. ما كتحسي بوالو. ما كيبان لك والو. راسك. مرتاحة. مهنية. فرحانة. مرخية بزاف. جسمك وعقلك وبالك قلبك كل شي فيك مرتاح. انتي مرتاحة كليا دابا.
ولأنك مرتاحة بزاف كتحسي بلي رخيتي معك أي حاجة. تقدر تكون عصباتك ولا قلقاتك ولا استخصاتك، كل شي كترخيه، كل شي كتحسي بيه بعيد عليك. ما كتركزي على والو، من غير الراحة اللي انت دابا فيها، حتى حاجة دابا ما كتعني ليك، حتى حاجة دابا ما عندها قيمة من غير راحة بالك والهنان اللي انت فيه. حتى المخاوف ديالك دابا كلها بعيدة، حاجة ما تقدر تأذيك. كتحسي براسك خفيفة وروحك كتحسي بها بحال ديال شي بنت باقا صغيرة، كلها طاقة زوينة، كالم بزاف ومرتاح. تخيلي بلي قدامك دابا واحد الباب كبير، خاصك تمشي ليه بشوية وتحليه بشوية بلا خوف بلا قلق، حيت كل شي فيك مرتاح وانتي واثقة من راسك وهانية في بالك. مني كتحليه كتلقي موراه جردة كبيرة فيها بزاف ديال الورد، كل الألوان، وفيها الشجر كاع الفواكه. داك الشردة خاوية فيها حتى شي واحد من غير كنتي، كتزيدي تحسي براسك مرتاحة وفرحانة وواثقة في نفسك مهنية. كتبقاي تمشي بشوية وسط هاد الجردة وكل حاجة زوينة كتجي على عينيك، كتعطيك طاقة أكبر وحيوية أكثر وراحة البال كبيرة. انتي كتمشي في هاد الجردة كتحسي بثقة في النفس كبيرة بزاف، ما خايفة من حتى حاجة ومتأكدة بلي اللي جاي كله خير، كله زوين، وأي حاجة غادي تعيشيها ولا عشتيها كانت كلها لصالحك باش تولي انتي
المرأة والبنت، طفلة لعيشة دابا، كلها طموح، كلها أمل بلأي حاجة دارتها بين عينيها تقدر توصل لها. كتزيدي تمشي في هاد الشرطة زوينة اللي فيها ألوان كتريح البال والخاطر، وتشوفها في الورد ديالها كيزيد يخليك تشجعي وتحمسي باش تخرجي أحسن ما عندك وأفضل ما فيك للواقع. انتي خديتي اليوم هاد الخطوة الزوينة اللي غادي تبدلك حياتك كلها للأفضل، وتخلي قادرة أنك تواجه الحياة طاقة إيجابية عالية وكبيرة. انتي دابا كلك ثقة بالنفس، حيت هاد الخطوة خلاتك تعرفي باللي فيك طاقة كبيرة وزوينة، غادي تعرفي تخدميها بطريقة هائلة. انتي براسك غادي تبغضي في قدراتك، كتبداي تحسي بالقوة الداخلية اللي فيك اللي كتحفزك تواجهي أي صعوبات. وأي مشاكل بلا خوف، كل ثقة في النفس وبكل قوة. وانتي متأكدة باللي غادي تنجحي في كل خطوة في حياتك، وأن الصعوبات اللي غادي تواجهيها غادي تزيد تقويك وتعطيك طاقة أكبر وعزيمة أقوى. باش تكملي طريقك نحو النجاح انتي كتستاهلي النجاح. كتستاهلي الحب. كتستاهلي التقدير. كتستاهلي الخير. كتستاهلي الغنى. كتستاهلي راحة البال. انتي كلك طاقة، كلك حيوية، كلك أمل،
كلك امتنان وشكر. لأي حاجة عندك في الدنيا، دي إنسانة زوينة بزاف، كتستاهلي كل خير. كتستاهلي الحنان، والعطف، كتستحقي كل حاجة زوينة. الطفلة الصغيرة اللي فيك واللي ديما عايشة فيك، محتاجاك تحسيها بالأمان والحنان والعطف. محتاجاك تشجعيها وتبغيها كيف ما هي، وتسامحيها وتعطيها الحرية. واخا تكبري في العمر، روحك فيها طفلة صغيرة محتاجة ليك، باش تبغيها وتقدريها وتسمحي لي على كل ما فات. سمحي ليها وسمحي لراسك على كل الأخطاء اللي ارتكبتي في حياتك. إلا كنتي كتآمني بالله، الله كيسامح، وعارفك باللي درتي شي حوايج ماشي لخاطرك، حبسي كما تأذي راسك. براك متعد براسك، ورخي كل شي ولوح الغضب اللي فيك، ما غادي ينفعك بوالو. عايشي حرة، واثقة من نفسك، اللي تقدر تصنعي معجزات. تقدر تخطي أي حاجة كتواجهك في حياتك. وفي دارك
خدمتك. تبعي قلبك اللي كيهضر معاك ديما، تبعي راك يحس بكل شيء. آمني براسك، بغي راسك. واحد من غير راسك، قفي مع راسك، خرجي القوة اللي فيك، الحب اللي فيك، خلي الناس يعرفوا شكونتي. وعلاش قادة؟ خلي الناس يعرفوا باللي انت انسانه، قادره توصل لاي حاجه. شوفي السما شحال كبيره، قدراتك يشبهوا السما. ما عندهمش حدود، انت انسانة قادرة توصل لأي حاجة كتمنيها. من هاد الساعة انتي كتطوري راسك، ونفسك، وروحك. وانتي قادرة تحكمي في راسك، وحتى حاجة ما عندها قوة عليك. انتي قادرة تواجهي اي وضعية بحكمة، طريقة عقلانية. لأنك في واحد الليطه اللي مرتاحة فيها، أي حاجة كتسمعيها
تمشي للعقل الباطني ديالك. كتقاتلك أفكارك والإيمان اللي عندك على نفسك. التفكير ديالك من اليوم ومع كل يوم كتسمعي لصوتي غادي يخليك قادرة تتحكمي في حياتك. ما تخلي حتى شي حاجة تضرك. حيت الوجود ديالك عنده معنى كبير. والوقت غادي يخليك تخرجي هاد القوة. التفكير الإيجابي واللي غادي يخلي حياتك تكون إيجابية. وانتي إنسانة إيجابية كل حاجة عندها حل. كل حاجة كتحل بالعقل. انت إنسانة إيجابية وكتشوفي في المشاكل فرص. باش تزيدي تطوري راسك حتى شي حاجة ما تقدر تحبسك. وانتي واثقة من نفسك كتبغي راسك. انتي كلك طاقة إيجابية انت انسانه كتستحق الحب كله. انسانه كتستاهل الاحترام. انتي كتآمني براسك
تآمني بقدراتك. كتآمني بلي الحياة زوينة. وغادي تعطيك الخير. عنده قوة تحكم في النفس. انت ذكية. انت انسانة ناجحة. كتزيدي ترخاي. والأفكار اللي كنقول لك كتزيد تدخل العقل الباطني ديالك. كتولي تفكري بهذه الطريقة بشوية. دابا الوقت باش ترتاحي. وباش العقل ديالك يرتاح. رخي راسك كتر. وارتاح.